جميع الصفوف الشباب، واللي تميزات الكلمه الافتتاحيه ديال الرئيس رئيس الحزب اللي كان فيها الوضوح منقطع النظير بخصوص موقف الحزب تجاه القضية الأمازيغية، اللي كنعتبروها منعطف تجاه هذه القضية بالنسبة لوضوح موقف الحزب. اليوم بعد ثلاثة أسابيع تبعات ديال هذا الموقف الواضح، اليوم المنسقية ديال الحزب في الشوكة تبعها منطقة الشوكة الدعم الكامل والله مشروط ديال القيادة الحزبية وديال المؤسسة ديال الحزب كتنظم هذا المنتدى ديال الأمازيغية، منتدى آزار في الشوكة، كيجي ترسيخا لهذا الموقف، واللي كما كتشوفوا في البرنامج كيستحضر مختلف الابعاد ديال هذه القضيه اللي كتجاوز المستوى ديال اللغه الثقافه الى مستويات اكثر عمقا، ارتباطها بالهويه واعتبارها ركن من اركان الشخصيه المغربيه، من اركان تمغربيه بمختلف الجاليات ديالها. الحزب تنظيم هذا المنتدى كذلك بغى يعبر على القلق ديالو الغير المخفي، القلق ديالو من التراجعات، من الوضع ديال الاعتبار اللي تحطت به الامازيغيه خاصه على المستوى المؤسساتي. تراجعات لقينا على مستوى الاعلام، على مستوى خاصه وبخصوص التربيه والتكوين. تيجي الحزب اليوم باش يدير هذه الوقفه من خلال هذا المنتدى اللي غادي يشاركوا فيه كما كتشوفوا في البرنامج مختلف الفعاليات الرمزيه والممثله للحركه الامازيغيه من باحثين ومناضلين اللي غادي يجيو باش يدلوا بالدلو ديالهم ويفيدونا ويفيدوا العموم بخصوص سبل النهوض بالامازيغيه لغه وثقافه وهويه. اذا فمنطقه الشكر نهايه الاسبوع غادي تعرف عن العرس اللي كنعتبروه عرس ديال تمغربيت قبل ما يكون ديال الامازيغيه لمختلف القيادات ديال الحزب عاطيه الاهميه اللي كيستحق، والجميع مدعو باش يشارك معنا هذه اللحظه. تنمير.